السلام عليكم، مرحبا بكم في سمية لايف ستايل من جديد مرة أخرى. نتمنى تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو. نتمنى تكونوا كتجوزوا في عمات ملاح. اليوم حبيت نشارك معكم روتيني اليوم الجمعة. الحاجة الأولى كي نوض، اليوم نوض على 10، دونك الحاجة الأولى اللي كي نوض هي نشرب الماء بالقارص. كما راكم تشوفوا دوكا ما راحش وقت القارص وكان كاين عندنا بزاف، دونك خفنا يفسد، عصرناه كامل ودرنا ليكستري تاعو في الكونجيلاتور. هكا كل صباح نوض نجبد شويه من الكونجيلاتور، نديرو في الكاس مع شويه ماء ونشربو. كاين اللي يسخن الماء ويشربو، كاين اللي يدير ماء يكون يعني حراره المطبخ. انا ما نسخنش الماء باسكو ما نقدرش نشربو، هو يغلفني مع صباح ربي حاجاكم. دونك جو بريفير تكون كاينه قرعه هكايا برا، هي كي نوض صباح ندير القارص، ندير هذاك الماء يكون بحراره المطبخ، ماشي سخون وماشي بارد، ونشربها. هذا الديتوكس راح يساعدكم على باش تدخل لكم الكرش اون بلوس، ينقي لكم كامل السموم اللي كاين في الكورت تاعكم. وحاجه مليحه باسكو تشربوا مع صباح ربي الماء مع القارص على معده فارغه، راح تتخلصوا من كامل السموم والدسم اللي كاينه سواء في الاستوما ولا في كرشكم. دونك ننصحكم به، ويعني مع الوقت هكايا تبدا تبان لكم الفرق في كرشكم، تبدا تدخل بشويه. وهنايا كنت في الليل كنت نخدم في الميموار تاعي، صباح نوض لميت دوزاني طميتهم ونحطهم تما، وبعد كي نكمل شغلي ولا العشيه نعاود نفتح ونعاود نكمل خدمتي نورمال. دونك هنايا كنت جست بديت نغسل في الماء تاع الحليب وتاني وش قعد صافي. هذايا البرودوي بزاف بزاف مليح للماء تاع الحديد ولا ليسونسييل السجاج وكامل، يخلي لكم الماء تاعكم يبريو وهو يدير 35000. حنايا نخلطو كي ندير الايزيس تاعي ندير هكاك منه واحد زوج قطرات، الماء نتاعكم كامل حيولو يبريو. وكي يكونوا ماء فيهم ديطاش ولا يعني فيهم صديد ولا تحكوهم شويه بالحبيله راح يتنقى لكم بزاف بزاف مليح، ننصحكم به. سيوا وزوج قطرات ولا قطره راح تفيدكم. دونك مع 35000 يشد لكم هكاك واحد 3 شهور ولا سا ديبون، كل واحد كل عائله شحال تستعملوا. كاين اللي يستعملوه هو ديريكت كايزيس وشنو بزاف يولي بزاف قوي على يديكم، دونك ما حاش ننصحكم به تستعملوه غير هو على يديكم صافي. تقدروا ديروا شويه من الايزيس وشويه منه، سينو تخلطوهم بين زوج في اون بواط وحده وتستعملوهم على جهه، ولا تستعملوه غير كي تكونوا راح تنقيو لافابو تاعكم ولا تحبوا هذوك الماء يتنقاو لكم مليح، ولا سينو كيما قلت لكم خلطوا كيف كيف راح تخلي لكم واحد لابريونس في الماء تاعكم بزاف بزاف هايله. ومام في لابلاك تقدروا تاني تستعملوه، يخلي لكم واحد لابريونس ما حاش تندموا عليه. سيو والبري تاعو يعني ريزونابل. دونك انا هنا في مسحت غسلت مليح لابلاك تاعي وغسلت الدوزان ديالها، ابري كي نكمل نغسلتهم كامل نجوز عليها بهذا امير تاع جميع الاسطح، نخلي لكم اوسي لابريونس وفيه تاني واحد لودور بزاف بزاف شابه تقعد لكم في لاكويزين. انا نمسح به لابلاك ونمسح به لي بلاكار تاع الكوزينه وتاني البوطاجي كامل، الدنيا كامل تولي تبرق كيما راكم تشوفوا معايا. هنايا ما مسحتش لي بوطاجي لي بلاكار كانوا ممسوحين ديجا، دونك مسحت غير البوطاجي ولا بلاك تاعي ولافابو كيما راكم تشوفوا. ونجوز كي نفوت نغسل ابري ندير امير، ومن بعد نجوز بالشيفون تاع ميكروفيبر هذاك اللي يخلي لكم يعاونكم تاني على باش يمسح لكم مليح وينشف لكم سوبر بيان. ابري هنايا مور ما كملت كامل لا كويزين جوست بلاسبيراتور، هذيك لاسبيراتور دوكا رانا نسيو فيها اون فوا نشوف جوغ اون فوا نستعملها مليح ونشوف كلش عليها راح ندير لكم فيديو سبيسيال ليها باسكو بزاف هايله ورخيصه. بور لو مومون انا راهي عاجبتني، دونك نزيد نسييها ومن بعد ندير لكم فيديو سبيسيال عليها كيفاش تستعملوها وين تلقاوها اسكو صح مليحه ولا مش مليحه ولو بري ديالها. دونك كيما قلت لكم زيدوا صبروا عليا شويه وندير لكم فيديو سبيسيال ليها. دونك هنايا جست غسلت حاشاكم لي سانيتير نورمال عادي، نجوزو لهم هادوك حاجه اوبليجي كل يوم لازم ينغسلوه هي هما ولا كويزين باسكو حاجات اللي فيهم بزاف لي ميكروب، دونك هادوك اللي لازم يتعقموا توجور عفوا. وهنايا كنت سيبون شفت ودرنا للفطور طعام،
دونك طعام كنت شمختو من قبل، ابخي درتو يفور الطفيره الاولى. انا قبل ما نفوت ندير شويه زيت، شويه نفوت نشمخو بالماء، ابخي ندير شويه زيت شويه ملح، نخليهم يشربوا مليح، من بعد نديرو يفور الطفيره الاولى، ابخي نحيه كيف كيف، نزيد ندير له الماء حتى يتشمخ ليه مليح، نزيد نخليه يشرب، ونزيد نجوزو الطفيره الدوزيام. هنايا درنا مصفوف، ودرنا قلت لكم درنا تاني طعام بزبيب، كان لي ياكل طعام بزبيب وكان لي ياكل مصفوف، وكنت شاركت معكم ديجا بليزور فوا كيفاش نفور طعام وكيفاش نعاودو. دونك هاد الخطا قلت لكم خفيف ظريف. هذا ما كان، وهنايا كنت نحيت لي دغائط ودرتهم يتغسلوا. اليوم الجمعه جانا الماء، دونك كي يجي الماء اشاك فوا واش من الحاجه واش من البيت نخدموها ولا واش من الحاجه نديروها. دونك اليوم جات في بيتنا، نحيت كامل لي دغا، درتهم يتغسلوا، عاودت فرشت فريشه جديده. ومن بعد مور ما كملت خملت كامل البيت، جست لا دوش، دوشت، درت دوش بزاف، يعني ريحت الكوغ تاعي مليح، فتعمرت لا بينوار بالماء يكون شويه سخون زياده. هنايا كنت نوجد لا سال دو بان، حبيت ندير يعني الجو يكون شباب، ونشاركو معكم يعني بحاجات موجودين في الدار هكا، تقدروا ترخيو روحكم وتبدلوا الجو لروحكم والكور تاعكم يريح اكثر واكثر، سورتو الجمعه الواحد ينقي روحو وكامل باش تكملوا نهاركم مليح. دونك هنايا درت كيما راكم تشوفوا شمع وعمرت لابينوار، ودرت فيها دي فلور، هادو ما دي فلور، هادو ما لي فلور جو كي ينشروا النوار كامل، نلبسهم ونخبيهم، ومن بعد يجي نهارهم ونستعملهم. كيما راكم تشوفوا اليوم استعملتهم في لابينوار. وبالنسبه لي فوندون هادوك وهادي لا بومب دو دوش، نخلي لكم لتحت في الديسكريبشن بوكس لا باج اللي تبيعهم، بزاف بزاف ملاح، يساعدوا على هادوك لي بومب دو دوش، يساعدوا على ترطيب الكورت تاعكم، وفيهم زيوت اللي يرطبوا لكم الكورت تاعكم، ويدير لكم البياض تاني، يعاونكم على تبييض المناطق وين عندكم اسوداد، وتاني تلقوا لكم ريحه اللي تشد لكم في الكورت تاعكم سوبر سوبر بيان. و بارابور لي بري تلقاو في كل برودوي البري ديالو، والتوصيل سا ديبون كل منطقه شحال. كاين توصيل من بومرداس لالجي.